اليوم متلمين هنا على خاطر الظروف نتاع الفويه ما عادش تسمح ان باش نسكنوا لهنا. المشكله انك يحبوا يخرجونا من الفويه، علاش؟ فما حسب المعطى قالوا فما فيت تاع كورون، ما عادش نجموا يسكنوه. ولو انه يعني عندنا برشا البلوك هذا اللي منا مسكر، معناتها مسكر عنده برشا، ما فماش سلاحات، ما فما حتى شيء. البارح مع حكايه العشره كيكا علمونا، قالوا راه باش تلموا باجاجكم الصباح باش ينقلوكم. كانت الظروف راهي مش ملائمه، صحيح ما عندناش بريزيت في الشومبر، رانا كنا متمرمدين لكن متحملين. مي النهارين هذوما قلنا عندنا فويت كبير، لا ما يسمحش انا باش نبقوا ساكنين لهنا. اليوم هاو كتشوفي في العباد كيفاش طلبات يعني ينقلوا فيهم البلاصه لبلاصه في طريقه، معناتها بصراحه واحد يعجب باش يتكلم في كراه بيسوزي، يعني معناتها امبوسيبل طالب باش يوصل انه ينقلوه في باجاج في كراه بيسوزي. وين حقوقنا؟ الله اعلم. مشكله عندها برشا، معناها فهمت عندها برشا. انا معناها من اللي سكنت وهي فيها المشكله ديجا من قبل، معناها فما ذو ومتاع ماس يضرب ذو، فهمت؟ 3 سنين وي، واكيد من قبل معناها سي نورمال كانوا ينجموا يعملوه يصلحوه من عام ناول، من اولة عام ناول ديجا ديما يقولوا لنا راهو باش يصلحوا، فهمت؟ وما نعرفش شنو هي المشكله بالضبط. قالوا لنا سي بون راهو لازمكم تمشيو. البارح اكا هاو، معناها البارح تخيل انت في الليل بنات، معناها قالوا لنا هزوا باجاجكم، معناها على بوخ، معناها فهمت تردونا، معناها غير صحيح. والطالبات الحقيقه ما عندهمش لي كومبيتونس نيسيسير باش ينجموا، فهمتني، يقولوا لك معناتها الشبكه الكهربائيه تطلب صيانه والا لا. احنا عندنا مهندسين موجودين في معناتها ديوان الخدمات الجامعية للشمال، اللي هما معناتها دائما وابدا يجيو ويشوفوا الشبكات، مختلف الشبكات الموجوده في المؤسسات كلها، ومعناتها ناخذوا من بعد لي ميزور نيسيسير. اذا كان معناتها الشبكات خاصه الكهربائيه تتطلب الصيانه فانه نعمل اللازم. تم اكتشاف خلل كهربائي، والخلل هذا فهمتني اون فام دو ميناج، مراه تنظف منظفه تخدم فهمتني في الحي لهنا، ضربها الضوء جينا نشوفه، لقينا فعلا يعني ثم اشكال، معناتها ريسك دو الكتروكيسيون، معناتها ينجم واحد يضرب الضوء. واحنا فهمتي الحقيقه معناتها بالنسبه للبنات ما نحبوش معناتها نعرضهم للخطر، ما نحبوش نعرضوا السلامه نتاعهم للخطر. ولذا كما قلت لك انا من الاول، معناتها القرار اتخذ معناتها في 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 وقت، معناتها في زمن قياسي. احنا ساعين باش الخلل هذا باش نشوفوه في اقرب فرصه. ان شاء الله ما مش باش يطول برشا. انا الحقيقه ما نجمش نعطيك معناتها ان ديلي بريسي، ما نجمش نعطيك. التقنيين هم يشوفوا، وان شاء الله معناتها مش باش تطول ان شاء الله العمليه، وبعد مده ان شاء الله ما تكونش طويله، ان شاء الله تكون قصيره، يرجعوا للمؤسسه نتاعهم. اللي دار كل حد واش يقول، واحد يقول وقتيه، واحد يقول عام كامل، كل حد واحد يقول صايي ما عادش باش يتحل. بون ينجم يكون فما حكايه اخرى انا ما نعرفش، ينجم خاطر من قبل ديما نسمعوا، تعرف في ميتويل فيل معناها بقعه راقيه ودرا شنو، فما فوايي نتاع بنات واتاتيك معناها ما يجيش، فهمت؟ فما ديجا برشا ديكادر يسكنوا هوني ومعروفين ديجا وديما يتشكاو معناها كيفاش فوايي، فهمت؟ اتاتيك وشي حشم معناها بيان سور لي ستوديون شي حشم عندهم. احنا لهنا نطرحوا فهمتني في العديد الاسئله لهنا لوزاره التعليم العالي وديوان الخدمات الجامعيه. المبيت هذا حسب المعطيات فهمتني الاوليه من الطلبه وكل شيء، وحتى من الاداره زاد اكدت هذا، يعني فما 3 سنوات المبيت هذا، يعني فيه حكايه من هكا كيف حكايه ماس مره هو ناقص اصلاح فهمتني كفلا في البنيه التحتيه غيره. 3 سنوات يتم يعني كان توا وزاره التجهيز وزاره التعليم العالي يعني يفيقوا ويكتشفوا هالمساله هذه، كانت يعني 3 سنوات، يعني اكثر من 200 طالبه مهده حياتها بالخطر اكثر من 3 سنوات. هذا هنا يطرح سؤال في تعتبر وزاره السياده وزاره التعليم العالي. المساله الاخرى اللي نحن فهمت يعني ناقشناها حتى مع المسؤولين اللي جاوا لهنا يعني كل شيء، وهم الحقيقه يعني هزوني انا واحد من الناس يعني اتحاد عام طلاب تونس، وروا لي الماس هذا وموجود فعلا الماس فهمتني في البلوك هذا. قال لي راهو وضحني، قال لي هو يهز 400 ونظرا للظرفيه الخاصه اللي فيه قبلنا 200 طالبه، فهمتني؟ رغم انه يعرفوا يعني الاشكاليه هذاك كيفاش. نحب نطلب زاد من وزاره التعليم العالي وديوان الخدمات الجامعيه الى متى باش تبقى وضعيه الطلبه هذا كيما هكا، أموا يخرجوا يوضحوا هالمبيت هذا شنو مصيره باش ما تبقاش تكثر فهمتني حكايات واشاعات فهمتني على المبيت هذا. فما مدير هذا السي شكري فهمتني كفلا عندنا ديوان الخدمات الجامعيه،
وقت اللي وريني الماس تاع كورونا قلت علاش فما 3 سنوات سمعت من الطلبه انه فما اختر على استوى. الاجابه كانت ان هذا حال تونس، هذا حال البلاد.